مرحبا يا عفيف. عسلامة، مرحبا بيك ومرحبا بكيف السادة المستمعين. يا لله هالغيبة، نورتنا، عندك برشا كاينك ما جيتش بحذينا. برشا سلمى عليك برشا وتنورنا كل مرة. عفيف، نتمنى لك برشا توفيق وبرشا نجاح. وحكينا نتفكر آخر مرة على الكليب وحش السراء اللي كانت فيه دليلة مفتاحي وكان مزيان برشا. ما نعرفش أبغامو الباساج الأخريني متاع مونيت تلمودي في برنامج صيف معنا غشك شوية ولا برشا ساعة؟ والله مش غششني، اما كان انا ريت انه كان من الواجب اني نجاوب ولا اني نعمل ردة فعل، على خاطر نحس اللي طبيعتي كثرت من الطيبة ولا كثرت من التواضع ولا ما نعرفش، فما عباد تحب تركب على الاحداث وانا نحس روحي لازمني كمان لازمني نجاوب. خلينا نرجع بشوية معك، شنو هو اللي خلاك اليوم يمكن شنية ولا اللي قالته مونيت تلمودي يخلي عفيف اليوم تحس روحها اللي كثرت من الطيبة وكثرت من التواضع وتهبط استاتيو اللي خليني نقرأ منه شوية. قلت فيه بربي توضيح رأي أغنية وحش السرع عرفناها الناس الكل بصوت الفنان عبد الرحمن الشيخاوي، وانا الفنانة اللي غنيتها في النوبة ما كنتش نعرف حتى اسمها وما تأثرتش بها لدرجة اني نتبعها ونعمل كيفها. ديجا الصوت كان كله ماكينات، والناس اللي تفهم في المجال تنجم تلاحظ هذا. ونقولها زيدا راك انت بروحك عاودتها وما هيش متاعك، الغرور ما عنده وين يوصل. وني كينك كنت قاسية شوية معاها موني عفيف؟ على خاطر اللي يسمع كلامها يلقى فما وراها أغيير بونسي ولا ما نعرفش عندها مقصود، يعني فهمت الكلام اللي حكيته ما كانش بريء وما كانش لهك الدرجة، ما يعني كانت تقصد من وراه. شنية الكلام يعني اللي قالت توضح لنا أكثر للناس اللي ما سمعها حاجة بالحرف؟ ما شنو حكيت؟ شو انت امشي معايا بالخطوه. انا ديجا الحق ما كي شفت على الـ على الفيسبوك اللي هي باش تتعدى في الحلقه ولا في البرنامج هذاك، ديريكت مشيت حليت بالذمه خاطر كنت حاسه اللي هي باش تحكي حاجه. دونك لقيتها المره الاولى شو قالت بون، انا بطريقه هاديه بون، انا ما نحسدش حتى حد يحب يخدم على روحه وربي معاهم الناس كل، اما انا حشيشتي حلوه الحاجه اللي نخدمها يعاودوها ورايا. وما فهمتش علاش الناس كي يشوفوا حاجه تنجح اوب ينقزوا عليها يمشيوا يعاودوها الكل. يا اختي انت شو خدمت من اصله باش الناس تعاود من وراك؟ انت اصلا مراك عاود، هي عملت اغنيه واحده وحش الصراع عملوها لها في مسلسل النوبه، مش حتى هي عملتها. وانا ديجا حكيت لكم وحكيت للناس كله وحكيت ديجا ما حتى من قبل يعني بشهادة المخرج وبشهادة الناس اللي خدمت معايا إكيب كاملة باللي مثلوا بجنود الخفاء بمدير أعمالي بالناس كل كانت تعرف اللي ديجا حتى في الراديو حتى من جانفي كي هبطت غنايتي الأولى خلاني صغيرة وقتها قلت يسألوني على الجديد اللي مش يجي من بعد قلت راني غوم ماكس شهرين ومش نهبط غنيتي ثانية، واللي جيت اللي خدمت معايا الكل كانت تعرف اللي غنيتي ثانية باش تكون وحش الثراء. وما كنا نجمش نحكي للناس كل وأون بوبليك يعني نعطي اسم الغناية، مي على الأقل الناس اللي كانوا دايرين بيا الكل كانوا يعرفوا اللي الغناية اللي باش نخدموها ثانية. وكنت قلت إذا أنت ديجا بحذايا كنت قلت أنك معاملة باش تعملها من قبل النوبة، هذا حسب كلامك أنت. 2018 أي أنا من 2018 صراحة عليا نور يقين أورجانيست يخدم معايا في المهرجانات وفي حفلاتي الكل، صراحة عليا وحش الصراع وحكيت لكم كيفاش أجلتها، حبيت نعطيها قيمتها، حبيت نزيد نتعرف على ناس ولاد دومين أكثر يفيدوني للغناية باش كمان ما نشلكهاش سامحني في الكلمة. وكنا باش نخدموها في بداية مارس في أول مارس، ما كورونا ما خلتنيش لا غالب باش نعمل. أنا لو كان جيت نحب نركب على الأحداث كما قاعدين يعملوا توا برشا من الناس راني قلت أنا سرقوا لي غنايتي. ويقول القائل توا عفيف ما نعرفش صارت اكثر من مره اليوم نشوفوا كافون غنى جيت نعوم الموج قلبني عاودها من بعد وليد الصالحي وما سمعناش لا واحد منهم لا على الاخر، علاش انتم بالذات صار والاغنيه مش اغنيتكم الزوز ديجا لا اغنيه موني تلمودي لا اغنيتك انت وماهيش اغنيه حتى حد هي تراث، ويعني ملا كان بعد جمعة ولا جمعتين يجي واحد آخر يغنيها. أنا البارح نخدم في مهرجان غنيها فني هي شنو نعمل نقول له ما تغنيش غنيتي؟ ماهيش غنيتي، غنية تراث هي غنية تراث. أي إنسان يحب ديجا تغنيت في مسلسل نسيت اسمه في مسلسل قديم
محسن الرابحي يمثل فيه وقتها دور محسن الرابحي وماري بنت الطواف والكل. غنيت المسلسل هذاك غنيت الاغنيه نسيت اسمه انا بيزي المسلسل ما عرفتش انا بيزي نسيت اسمه ما المهم يعني الاغنيه معروفه من قبل ومحبوبه من قبل يعني علاش باش تولي حكيشتها حلوه وتولي احنا نتبعوها علاش ما سكتش عفاف علاش ما سكتش مش كنتش تنجم تسكت وتتعدى الحكايه وما تدخلش للكلاشات خليني نكملك سؤالي عفاف وبعد جاوبني كنت تنجم معناها ما تدخلش في هالحكايات الكلاشات قيل وقال اي سورتو انك تولي يمكن تقول صوتها بالماكينات توجع شويه سورتو كي تبدا فنانه اي خاطر هي حستني وجعتك انت في الكلمه سامحني والله باش نقولها وعلى على ضمانتي حستني اللي هي ام كلثوم واحنا قلدناها ولا اللي هي حاجه كبيره واحنا نتعبت وهي عندها سنين ربي في الدومين وانا مازلت كي البارح ولا الجمعه اللي فاتت وليت نغني انا نغني من قبلها هي تمثل على عيني وراسي من قبل وما كنتش نعرف لا هي ممثله ولا هي فنانه والله العظيم عرفتها كي بعثوا لي اغنيه وحش الصرا وقتها وليد معانا في الليكيب في باله اللي انا باش نغني وحش الصرا وحكيت لك اللي انا مسلسل النوبه الحق ما تبعتوش وقتها كنت مورال تبابا وما تبعتش تلفزه جمله ايامات الكورونا بعث لي وليد معانا في الجروب في الكيب نتاعنا بعث لي قال لي عفيف شوف خدموها وحش الصرا وقتي وين عرفتها اختي مو بيدين الله ورث اختي لا كنت نعرفها من حكيت انا كي سالتني عليها شنو جاوبت وجاوبت بكل نزاهه وبكل تربيه وبكل اخلاق قلت تبارك الله عليها ربي نجحها نشجع الناس كل وانا بيدي ما زلت جديده معناها في الدومين ما عنديش 8 ولا 10 سنين اما يجي انسان يحكي يرد روحه حاجه كبيره ويولي مغرور راني انا اكثر انسان ضد الغرور انا من ايامات القرايه اللي انا مازلت صغيره نكره الغرور رانا كلنا مازلنا نتعلموا حتى 10 سنين اخرين راهو الفن بحر تعرف معناه بحر يعني واحد قد ما يتعلم وقد ما يشرب الخبره ومازال ما شاف حتى عفيف علاش اليوم مونيتا المودي نشوفوها في برشا مش بون مش برشا ما شفناها في البرامج التلفزيون وعلاش ما نشوفوش عفيف تحكي على البرودوي نتاعها في برنامج تلفزي كيما صيف معنا باغ اكزومبل يظهر لي انت كان فرج بعد راك سمعت نوفل كي قال انا كلمني عليك قالها كلمني عليك كفا ويوصي وقال عندها الحق وتستاهل ولازم وتنهاولي بها فهمت انت المقصود من هذا هي عندها شكون يوصي عليها اختي اما انا بحال الله يوصي عليها البرودوي نتاعي مش فلان وفلتان اوكي يظهر لي هو فهمتك شنو هو الميساج بالضبط واضح عفيف ميرسي بوكو نتمنى لك برشا توفيق برشا نجاح ثم سهريات وعروض في الايامات الجايه والله اخر مهرجان خدمته البارح ان شاء الله يظهر لي عندي لوفانسيت في منزل المهيري قروان بالمناسبه نوجه لهم تحيه ناس قروان الكل ونوجه تحيه كبيره الناس المكنين عميره الحجاج البارح في المهرجان ياسر محلاهم وفرحوا بيا وعديت معاهم سهريه مزيانه وان شاء الله ان شاء الله كل يبدا عندي كل ما يبدا عندي مهرجان نهبط على الباج نتاعي عارف السلم للناس اللي تبع فيا الكل ومرحبا بيك كل ما يبدا عندك جديد وني في ستار تايم ديجا باش نمشيو نسمعوا اغنيتك عفيف سالم وحش السرا تو سويت على اي اف